لا تنسوا اتفاقنا، فالبطاقات الجديدة هي دليلكم إلى الأهداف، وعلى كل متسابق أن يحصل على 6 نقاط لتجاوز الامتحان. بطاقة الخصم عليها 3. ها؟ إذن بطاقة الخصم تعني النصف، أما البطاقات الأخرى فتحسب نقطة واحدة، وهذا كل ما في الأمر. انتبهوا جيدا أيها السادة، فمدة الاختبار لا تتجاوز 7 أيام. المشكلة أنها مرحلة غريبة جدا، وفرصتي في الفوز ضئيلة، ومع ذلك علي الحصول على بطاقة خصمي. تلك هي اللعبة. لا تنسى يا جون، احذر. هكذا يكون الصيد، العقل أولا. علي أن أبحث عن أسلوب مماثل إن أردت انتزاع بطاقة هيسوكا. كيف تمكن الطائر من التقاط السمكة؟ كيف فعلها وهي تسبح؟ هذا ما أبحث عنه. أجل، أهاجمه في اللحظة التي يقرر فيها مهاجمتي، ولم لا؟ لن يكون الأمر مستحيلا. اعذرني، جرحت أصابعي وأنا أتدرب على اصطياد الطائر. لا بأس، فقد أتقنت الحركة المطلوبة، اصطياد الهدف وهو في حال الحركة. لم تعد مهمتي صعبة كما كانت. الآن أستطيع انتزاع بطاقة هيسوكا، ولكن كيف سأعثر على خصمي؟ ها؟ ما الأمر؟ تنجذب إلى رائحة الدم، الفراشات نفسها. ها؟ أجل، هذه الفراشات كانت تطير بالقرب من هيسوكا، أي أنه قد أصيب بجرح. إن كان ما يدور في رأسي صحيحا، فالفراشات تقودني الآن إلى حيث يختبئ هيسوكا. أشعر بأنني سأقابل خصمي في أي لحظة. مرحبا. مرحبا. أنت؟ هل وصلت إلى هدفك؟ لا، ليس بعد. يبدو أنك لم تعرف من هو. لا. هل أخبرك من يكون؟ لا يهمني، سأحصل على نقاطي بسهولة. لهذا اتصلت بي؟ أجل. لا أحتاج إلى مساعدة. أنت مرة ثانية؟ كف عن مضايقتي، لماذا تصر على مطاردتي؟ أشعر بالألم، ربما بسبب التوت الذي أكلته. أنت السبب فيما يحدث لك. ساعدني أرجوك. يوريو، أتحمل دواء؟ لا تكن بخيلا. لن أساعدك لأنك تخدعني. أعرف أنك تخطط لانتزاع بطاقتي، أليس كذلك يا تومبا؟ ليس صحيحا، معدتي تؤلمني حقا. لا أصدق. ألا تزال مصرا؟ أنا مريض يا يوريو. جعلتني تصرفاتك أشك في كلامك حتى لو كنت صادقا. سأدلك على خصمك وبذلك أبرهن على صدق كلامي. لا بأس بالمحاولة إذا. من هو؟ إنها بونزو. بونزو؟ الفتاة التي تضع القبعة. بونزو، لقد عرفتها. سمعت أنها تستخدم طريقة متميزة في الصيد، وأسلوبها الغريب خطير جدا. يقال إن الفخ الذي تعده لا يخطئ الفريسة. يجب أن تحذر منها. لا بأس، صمتها يخفي أشياء كثيرة. إن أردت الإيقاع بتلك الفتاة فعليك الانتباه على كل ما يحيط بك، كاتجاه الرياح وحجارة الأرض وغيرها، فهي أشياء قد تصل إليك من خلالها. وماذا بعد؟ هذا ما أعلمه. فكر في كل خطوة تقدم عليها، وستصل إلى هدفك من دون متاعب.
أفكر في خطواتي. لا بأس إذا. الألم يقتلني، أعطني الدواء. لا بأس، ابقى في مكانك، لا تتحرك. ألا تزال خائفا مني يا صديقي؟ برهنت لك أنك لست هدفي، فلما هذا التردد؟ أحب أن أكون حذرا، سأبحث عن دواء يخلصك من المغص. لا، نجحت الخطة، حصلت على بطاقتك من دون عناء. أخفيتها في داخل الحقيبة كما توقعت. خدعتني وأنت؟ صحيح، الحرب خدعة يا صديقي، ولكن كيف لم يخطر في بالك أنك هدفي؟ ماذا؟ البطاقة التي أظهرتها أمامي لم تكن تحمل رقمي. صحيح، هذه صديقي تومبا يحمل بطاقتي، وهذه بطاقة تومبا. أنتما تبادلتما البطاقتين؟ وهكذا تمكننا من خداعك. لقد تعبت، تناولت طعاما فاسدا كي أشعر بألم حقيقي، وهذا هو الدواء الذي سينظف معدتي ويزيل ألمي. هذا تمثيل واقعي. لا، لم ينتهي الأمر بعد. يكفي يكفي، انتزعت البطاقة وانتهى الأمر. قل لهم إن تومبا ليس خصما عاديا. لن تفلت مني. سوف نلتقي لاحقا يا تومبا. لا بأس. لا، توقف يا تومبا. لا فائدة، فبطاقتك ليست معي الآن. لا يهمني، فأنا لن أهدأ قبل أن ألقنك درسا. الحق عليك يا يوريو، فقانون الامتحان لا يمنع من أن يعمل المتسابقون فريقا واحدا. هذا ما دفعني إلى مراقبتك يا تومبا. لا أظن أنني أخالف القانون. ماذا فعلت يا كورابيكا؟ ما كان عليك أن تثق به. كل هذا الجهد من دون فائدة تذكر. ها؟ لحظة. ماذا؟ أنت هنا؟ ها؟ هل أنت بخير؟ حاول في السنة القادمة. إذن أنت الشخص الذي يحاول الإيقاع بي. لا تنسى أنك لم تكن خصمي، لكنني مجبر على حماية نفسي. لن أسمح لك بانتزاع بطاقتي، ابتعد عني. يبدو أن الامتحان لن يكون صعبا علي. لو أن الأمر يعتمد على القوة الجسدية لكنت أول الخاسرين في هذه الجولة. خصمي يظهر بوضوح، سيسقط أرضا قبل أن يدرك خصمه، وبذلك يكون الفوز للمتسابقين في لحظة واحدة. إلى اللقاء. يبدو أن هناك من وصل إلى هدفه. ولا تتسرع.
الانتظار حتى يقرر هيسوكا مهاجمة خصمه. ها؟ ها؟ تلك هي اللحظة. سأنتظر. لا شيء آخر. لا تخف يا سومي، توقف وأعد البطاقة إلى يوريو فقط. مستحيل. أعدها وأنا أعدك بألا تصاب بأذى. ما كان عليك أن تستخف بقدراتي يوريو. مخادع. ابحث عن سومي ودعني أطارد القرد. لا بأس. لا حل آخر. لن تصاب بأذى إن أطعت أوامري. لا تخف. أخبرني أين البطاقة. ابتعد عنه سومي. كورابيكا، تدبرت أمر سومي. ماذا حدث معك؟ هذا القرد عنيد جدا. معذرة يا صاحبي، كاموري ينفذ أوامري. ها؟ كاموري! تخليت عني أيها القرد؟ لماذا لا تقول إنه تخلص منك؟ من عادة قرود الغابات ألا تطيع إلا أوامر زعيم القردة. ما الذي تقصده يوريو؟ أنا لا أقصد الإساءة، صدقني. شكرا لأنك أنقذتني. لم أتوقع أنه خصمك. كنت تبحث عن تومبا إذن. لست مضطرا إلى شكري. ما فعلته كان لأجل الحصول على البطاقة، ولم أفكر في مساعدتك. ماذا تقول؟ في الحقيقة يوريو، أنت لست مؤهلا لتكون إلى جانبي في فريق واحد. أنت متسرع ولا تحسن تقدير المواقف. أخشى أنك ستشكل عبئا علي. كف عن إهانتي يا هذا. رفضك مشاركتي لم يكن إلا تمثيلا إذن. سنكون شريكين حتى نهاية الاختبار. فهمتك. أنت حر الآن أيها الصغير، يمكنك أن تذهب حيثما تشاء. وكأنك تفهم لغة القرود. هي لغة العيون. عيون كاموري، ليس من الضروري أن تكون تابعا لأحد. هيا اذهب. أصبح حرا. يمكنك الخروج. هيا بسرعة. إن لم تأتي فسأتي أنا إليك. مستحيل، لم أخطط لهذا. لم يكن يقصدني. هيسوكا، واجهني الآن. ستهزم. فرصتي.
الجبل. لماذا لا يتحرك هيساكا؟ هيساكا، لماذا لا تهاجمني؟ لست مضطرا إلى ذلك، ستسقط قريبا. الفراشات التي تحوم من حولك دليل على أنك أصبت بجرح بليغ. يبدو أن خصمك وجه إليك ضربة دقيقة ولم يكن يقصد قتلك، ولكنني مع ذلك سأتابع حتى آخر لحظة. هكذا هم محاربو قبيلتي. لم أفهم جيدا. ينص القانون في قبيلتي على أن المحارب يجب ألا يغادر ساحة المعركة مهما كان السبب. يتميز محاربو البيانو بالشجاعة والقوة، وما من خصم تغلب علينا حتى الآن، بل إننا نسعى لمواجهة أقوى الرجال حتى وإن لم يفكروا في مواجهتنا. نحن لا نهدف إلى القتل، بل نسعى إلى اختبار قوتنا. هيا نازلني الآن. ما الفائدة؟ أنت مهزوم قبل بداية النزال. لا أرجوك. يكفي، لا تتعب نفسك، انتهيت. وداعا أيها الشجاع. لم أحسن التسديد جيدا، لذلك وصل إليك هذه المرة. كف عن الكذب، أنا واثق بأنك أردت مساعدته على تحقيق أمنيته الأخيرة في مواجهتي. حان الوقت لتنزع ذلك القناع يا كويتارا. ذكي كما عرفتك يا هيسوكا، شعرت بالحزن على ذلك المحارب. أردت مساعدته لأنني أدركت أنه على وشك الرحيل بسبب جرحه البليغ. أي قلب في صدرك يا عزيزي؟ من يسمع كلامك يظن أنك حمل وديع. هيا أعطني البطاقة. حصلت على النقاط المطلوبة، هذه لك. ولمن هي؟ وداعا. إنها لواحدة من المتسابقين كانت تلاحقني، لكنها أخطأت الهدف. تخليت عن القناع. أفكر أن أبدأ مرحلة جديدة، وأخيرا أشعر بالراحة. أستطيع الاختباء حتى تنتهي مدة الاختبار. لا تزعجني. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا عزيزي. بقيت لي نقطتان. يبدو أن المشكلة تزداد تعقيداً. هذا كل ما أستطيع قوله حتى الآن. أصدقائي، ابقوا معنا لتعرفوا المزيد من التفصيلات.
إلى اللقاء.